تعزيزا لقدرات الشباب وتهيئته لدخول سوق العمل. تأتي هذه الدورة التكوينية التي استفاد منها أزيد من 50 مشاركا في عدة تخصصات من بينها الكهرباء المنزلية والخياطة، وتنفذ هذه الدورة في إطار برنامج وطني للتكوين المهني تشرف عليه مدارس التعليم الفني في مختلف ولايات الوطن. يطيب لي أن أشرف معكم اليوم على اختتام هذه الدورة لدعم قدرات واستقلالية ممتهني الأعمال الصغيرة والمدرة للدخل. وقد شارك في هذا التكوين 56 ممتهنا من مدينة كهيدي، وأشرفت عليه مدرسة التكوين الفني والمهني بكهيدي بالتعاون مع المعهد الوطني لترقية التكوين الفني والمهني وبتمويل من البرنامج الوطني مهنتي. ويأتي هذا الجهد في إطار سياسة الدولة الرامية إلى محاربة البطالة ودعم الفئات الهشة والعدالة والإنصاف لكل المواطنين، بالإضافة إلى موائمة عرض التشغيل مع متطلبات سوق العمل. وقد استفاد المشاركون في هذه الدورة من حصص نظرية ودروس تطبيقية في ورشات المدرسة تحت إشراف عدد من المكونين وفق جدول زمني يراعي تقديم الحصص بشكل منتظم. هذا التكوين استمر لمدة 3 أسابيع، أي على مدى 100 ساعة، ويهدف إلى استقلالية الممتهن، الإنسان اللي كان يشتغل ورشة وراي منها مردود دخل، تجيه المدرسة وتحاول أنها تأطروا على 3 اتجاهات أساسية تتعلق أولاً بالمعرفة، المعرفة النظرية كتابة وقراءة وحسابة، والثاني بنسبة 20%، والثاني المهارة يعني أداء المهمة بأحسن على أحسن وجه وبأحسن نوعية، والثالث المواطنة والاستقامة اللي هي التكوين الذاتي. العمدة المساعد لبلدية كيهيدي السيد أبو سيسي ثمن جهود الدولة في مجال دعم الشباب وتطوير خبراته العلمية لتحسين ظروفه المعيشية من خلال اكتساب مهن تلبي حاجيات السوق الوطنية. حفل اختتام هذه الدورة التكوينية توج بتوزيع إفادات على الخريجين للاستفادة منها عند التقدم لطلب العمل أو إنشاء مشروع في أحد التخصصات المبرمجة في إطار هذه الدورة. لقناة الموريتانية معاد عبداوة، مدينة كيهيدي.